السلام عليكم أعزائنا المشاهدين ومتابعين إذاعة وتلفزيون الصويرة. الكل يعرف قبل 5 أيام إجتي مناشدة، المرأة قاعدة بمكان كله رطوبة وأمورها تعبانة، ومن خلال إذاعة وتلفزيون الصويرة سوت مناشدة. أريدكم أنتم تتعرفون عليها، تعالوا يانا خندق الباب وراح تطلع لنا هاي المرأة. أنا قبل بساعة ناشدت موقف حجة حيدر، وحجة حيدر ما لبانا حيدر ما لبانا أقل له؟ السلام عليكم. السلام. شلونك حجية؟ الأمور بخير. الأحوال بخير. بخير. إن شاء الله بخير. تعالي اللي جاي، تعال 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 تعال. بخير بخير. شلونك؟ بخير. ها شنو هاي اليوم؟ الله يسلمك، هاي ما قصروا، والخيرين وحج حيدر والله يبارك بخيره والله يحفظهم والله يكثر خيرهم ويا رب يوفقهم دنيا وآخرة بجال حسين. يعني مناشدة إذاعة التلفزيون صويرة من خلالنا وصلت إن شاء الله، وقعدت ببيت؟ قعدت وخير من الله، والستر والسقف هذا البنات الحمد لله، هاي لله، هاي لله، الحمد لله والشكر والله العظيم. احنا فرحنا لك واجينا، احنا نريد نوصل معاناتك للناس. ناشدتنا هواي وكتبت لنا بالتعليقات وين صارت هاي المره، وين صارت الحجيه، فاحنا حبينا من اذاعه وتلفزيون الصويرة اليوم نوصل لكم بين هاي الحجيه قعدت ببيت. خير بصايت الله واهل الصويرة، بصايت الله. وجبت لك مفاجاه، جبت لك مفاجاه، مفاجاتكم هاي كبيره الي والبنات. لا جبت لك مفاجاه ثانيه، حمد والشكر. تفضل، جبت لك مفاجاه وحج حيدر اليوم اجانا. حجي 100 هلا بيك، يا هلا بيك، يا هلا ودوم، يا هلا مرحبا، 100 هلا بيك حجي، الله يسلمك، رحم الله والديك والتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك وصايت الله وصايت. هاي احنا المره الثانيه نجيش، تمام؟ صحيح، جينا اول مره صحيح، سويت المناشده ووطيناك كلمه. طيب. مو الك بيت. صحيح، ناشدتي مره ثانيه تلفزيون الصويرة تقولين حج حيدر كل شيء ما سوانا، الموكب كل شيء ما سوانا. صحيح، مو تمام؟ صحيح. احنا جايش هسه وعلى روسنا، ونريدش تعذرينا، الضغط علينا، اللود علينا. احنا من طيناك حكايه بيت اليك، ما نرجع بحكايتنا بعد، اليك بيت مجمع الامام الحسين. هسه ان شاء الله راح ناخذك على مدة امنين ليطمئن قلبي، مو تمام؟ لا، ناخذك وتشوفين بيتك، راح تحجزي اول بيت. انا اعطيتك كلمه، وطيتك كلمه باهل الصويرة، مو اني حزامي، اني حزام ظهري اهل الصويرة. فهذا البيت سكناه، هذا بيت تابع للموكب، سكناش بيه مؤقت. الحمد لله والشكر. شلونش بيه؟ مرتاح ان شاء الله؟ خير. الحمد لله والشكر. هسه شلون ما تعذب نفسك؟ كان شاي وميه شلون والله حجي يعني أيه. هذا البيت يعني مؤقتا راح تقعد بيه؟ نعم. كم شهر انه من ينفتحن؟ نعم. هذا البيت ايضا بناء موكب الصويرة الموحد. نعم. لبناء دور الايتام. نعم. هذا شلون حاطيه؟ طوارئ. فراح تقعد بي معززة مكرمة شهر شهرين ثلاثة، شو وقت ما نكمل بيتها الأساسي. نعم. ننقل غراضها من هذا البيت لذاك البيت. بارك الله بك حجي، بارك الله بك، طال عمركم والله يوفقكم دنيا وآخرة. والله أقل له؟ لا 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 لا، استغفر الله استغفر الله. لا بس خلينا رحم على والديش، رحم على والديش، بس خلينا خدمة سجود الرب العالمين وإلهم. لا 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 لا، سجود الله، سجود الرب العالمين وإلهم أهل الصويرة. ما نقبل أهل الصويرة، أي هذا السجود لله وأهل البيت وإلكم الخير. بارك الله بيك والحمد لله. ولحد الآن الناس الطيبة أهل الصويرة من خارج الصويرة جاي تناشد، وناشدة حجة حيدر. طبعا اكو بالمناسبة اكو تعليقات كتبت وين حجة حيدر، وين موكب الصويرة الموحد، كل شيء ما سوى. لا احنا اليوم من اجينا لهنا النغاية جاي نصور، لان حجة حيدر وموكب الصويرة الموحد والناس الطيبة والخيرة اليوم وصلت رسالة لهاي العائلة الفقيرة. وايضا ابو شكر، رحم الله والديهم، هاي هم كثر من امثالهم، والله يوفقهم والله يعلي شانهم ويا رب يوفقكم دنيا واخره على فرحة بنات وفرحتي. الله يحفظك، وانطيتوني ستر الي والبنات. الله يحفظك والله يوفقك. وهاي هم رسالة من قناتكم. نعم. الاخوة اللي شافوا المنشور الاول مناشدة اختنا بيتنا ان شاء الله. نعم. اللي قالوا نريد نساعدها، شلون وين نساعدها؟ هسه نقول لهم هاي هي موجودة. نعم. مو؟ نعم. صارت ضمن الموكب من زمان، احنا نعطيها كلمة من ضمن اعمال الموكب. نعم. فاليوم احنا نريد نكمل بيتها، هسه راح نروح لبيتها الجديد. نعم. مو؟ أي. محتاج اسمنت، محتاج حديد، محتاج مواد، محتاج
اي شيء محتاج يوقفوا لك الناس الطيبه الخير اللي يريد يساعد هاي الحرمه مو يتصل بينا بتلفزيون الصويره واحنا الممنونين. شكرا حجي الله يحفظك جزاك الله خير. حسين السلام عليكم. وعليكم السلام. انت كنت همين فد لك فد دور فعال الحمد لله بايصال المناشدات وعندك انت همين العالم تعرفك عندك الحمد لله والشكر الحمد لله تحب يعني تواصل ويا الناس اي نعم. اليوم شو تقول الحجة حيدر وفر لها فتسقف هاي العائله والله حجة حيدر نشكره ونشكر العالم اللي واقفه وياه 24 ساعه نعم وخاصه اهل الصويره ان شاء الله وان شاء الله البركه بحجة حيدر والعالم الله يحفظك الله يخليك والله للغيره احنا بخدمتكم والله للغيره صدق وتنومس فيهم حجة احنا نريد نروح نشوف ذاك البيت ما كان خلينا نشوف البيت خلينا نشوف هذا البيت المؤقت لان الصراحه غير يعني صار عندنا نروح ناخذها وعلى راسنا وتلهفت على ناخذها وعلى راسنا اوديها وعلى راسي اوديها يسلم راسك على راسي كثر خيركم يحفظكم اهل الصويره وشكر منكم ورحم الله والديكم ويا رب يوفقكم يلا هذا الدعاء ادعي لكم خلينا نطب لعد نشرب شاي يلا حجية تعال تفضلي خلينا نشوف هذا البيت يلا عيني تعال يلا يلا اللهم صل على محمد وآل محمد الله يلا حج تفضل يلا يلا عيني حجية شنو الاختلاف خير من الله وين كنا بالرطوبة بالشقة ذيك اللي لا حول ولا قوة هسه خير من الله شميس وبيت والخيرين ما قصروا أبو التخم وأبو البردات وأبو الصوبة وأبو الزولية وأبو الجدرية وما قصروا أمانة الله احنا سولفنا احنا قلنا يعني الصويرة يعني خير من الله الله راح لنا بهذا الموضوع أهل غيرة نعم أهل غيرة احنا شدة ورد نعتبر مو شدة ورد تاج وباج على الراس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك الله بعد بس هاي الغرفة لو ايش عندك بعد هاي غرفة تعال خلينا نصور المطبخ همين يلا حجي تعال صاد علي اللهم صل على محمد وآل محمد صليت على نبيكم اللهم صل على محمد الله وآل محمد ما قصرتوا لان الناس اخيتي ايه؟ بعد محتاجه شيء طال عمركم هاي مثل ما عمركم. مثل ما قلت لك طال عمركم لك امانه الله ومحمد وعلي وعهد الله وعهد الصويره عهد اهالي الصويره هذا مؤقت هذا مؤقت ان شاء الله هذه الخدمه سويتوها الي خدام احنا هاي الخدمه سويتوها الي والبناتي وحق ولاية أمير المؤمنين ويشهد عليه أمير المؤمنين وابو الفضل العباس طول العمر أظل أسجد الرب العالمين احنا مو أصحاب فضل أولا هذول أيتام وأنت حرمة مو تمام ومثل ما يقول الحرمة بشارب الخير مو والخيرين هواي أهل الصويرة هواي ما قصروا أو مو هواي كل أهل الصويرة خيرين صغار كبار رجال نساء شيبة شباب كلهم هذا البيت هذا البيت اذا تتذكروه تتذكرون معالمه كل اهل الصويره مشاركين بناءه من الاساس لفوق هذا بيت طوارئ صار ان شاء الله اي واحد ارمله عندها ايتام معتازه راح نسكنها بهذا البيت مؤقت لحين ما يكمل مجمع الامام الحسين حج حيدر هسه راح تظل قاعده الحجيه هنا منا لما نكمل اخر نقطه مثل ما يقول بالمجمع مجمع الامام الحسين عليه السلام يلا تقدر شيء تقعد معززه مكرمه واسمها مو اليوم اسمها قبل 4-5 اشهر درجناه ضمن اعمال موكب الصويره الموحد حصص الغذائيه توصلها حصص اللحوم توصلها المواد اي شيء اي شيء يجينا الموكب توصلها منا الى حد ما شيل بيتها الجديد وباقين وياها الى الله ياخذ امانته بعد هذا بعد احنا ورا الله ما يموتنا بعد هذا بعد اللي ورانا بعد ما نعرف يحفظكم ويكثر خيركم يا رب يوفقكم دنيا واخره بحق ولايه امير المؤمنين فرحه ما تنوصف والله العظيم يعني هسه انا من يمي والله العظيم ومتاكد اهل الصوره كلهم اليوم راح يفرحون من وراء هذا التصوير احنا غايتنا جايين نوصل مثل ما يقول المناشدات والله العظيم ايش حالات يعني انا من سجدت قبل شويه سجود الرب العالمين الحمد لله وشكرا Thank you.
المعنويات؟ خير 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 من الله. يلا 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 والشكر. يلا خلينا نروح نشوف. يلا يلا حمد والشكر. والله فرحنا لك. نحمد الله ونشكر. وطبعا نحمد الله ونشكر. احنا نشكر كل شخص خابر وساهم. ساهم بالربع كون الله يعوضه مئات. يلا وعدناك. الحمد لله وشكر. وفينا بوعدنا. الحمد لله وشكر. اهل الصويره وعدوك ووفوا قبل 4 أشهر مو اليوم وعدوك. حجي هسه خلينا نطب للبيت ونسولف. يلا عيني. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله. حجي هاي غرف ذني كم غرفة عندك؟ هاي غرفة نوم. غرفة نوم وحدة؟ أربعة بأربعة. أربعة. خمسة بأربعة. خمسة غرفة كبيرة. نعم. وحمام ومنور صغير للسخان. نعم. هاي هنا يصير هول داخلي ودرج من هنا إن شاء الله. وهذا استقبال 5x4 وهذا مطبخ وصحيات خارجية. أكو هاي البيت مساحته 120 متر. بارك الله بك. هذا اللي وعدناك به. وعدوك أهل الصويرة قلنا لك أول بيت إليك هذا أول بيت. هاي بعد صورة وصوت بعد. إن شاء الله. وتأمرين أمر. نمر عليك. ولا خلفة الله علينا. أنت صاحبة الفضل علينا. فضل الله. فضل الله. صاحبة الفضل على كل واحد على كل متبرع لأن هاي الحسنات جاي تنقليها أنت من هاي الدار إلى دار الآخرة. فأخوتي هذا بيت الأيتام جزاكم الله خير. هذا جدامكم. هاي أختنا أم الأيتام صاحبة الأيتام. البيت هذا اللي شوفوه هذا أول بيت إلها. وبعد عندنا 14 بيت يعني 15 بيت محتاجين بلوك محتاجين سمنت محتاجين شيش محتاجين فلوس للعمل محتاجين الكلمة الطيبة. جزاكم الله خير الجزاء. شكرا حجي. أنا أشكركم. كلمة توجهيها الحجي. أنا أشكركم. وللناس الطيبة الساهمت والخابرت واللي تبرعت. أنا أشكركم. نعم. ورحم الله وديهم. نعم. والله يكون يعوضهم. نعم. للأحسن. وأريد رب العالمين يوفقهم ويعلي شانهم أكثر وأكثر. نعم. وهاي فرحتي ما أريد أنطيها لغيري لأنه ما اعرف شلون اوصفها. بارك الله. ما اعرف شلون اوصفها. ودموعك عزيزه علينا وعلى اهل الصويره. رحم الله وجهكم. طبعا اول التنويه طبعا شكر موصول لكل شخص خابر او اتصل او راسل من داخل العراق ومن خارج العراق ومن داخل المحافظات كلها. وشكرا لاهل الصويره ويا ربي ديم هاي اللمه وهاي الاخويه الطيبه. وشكرا لكم.